محمد تفضل بالبقاء معنا. محمد سأعود إليك، ولكن مضطر الآن إلى أن أذهب إلى الزميل خضر زعنون من داخل مستشفى الشفاء في غزة. خضر، أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي يحدث الآن؟ كيف هي الأوضاع داخل المستشفى في ظل ما يصلنا من صور مرعبة وربما مرهقة للجميع نفسيا وروحيا؟ نعم بالفعل، أهلا بك يا رشا وبكل المشاهدين. الآن أعلن عن وفاة 8 من الجرحى والمصابين والمرضى داخل مستشفى الشفاء الطبي، وهو على لسان يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة هنا في قطاع غزة، والذي أفادنا بأن الحصيلة ارتفعت لمن توفوا داخل أبنية هذا المستشفى بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأيضا توقف الأجهزة الكهربائية عن العمل والطبية أيضاً عن العمل، لتصل الحصيلة من خلال 72 ساعة إلى 40 ضحية، هؤلاء بينهم أيضاً الأطفال الخدج. وكل ذلك يأتي في ظل انعدام المنظومة الصحية وعدم توفر الأدوية أيضاً والمستهلكات الطبية. أضف إلى ذلك زميلتي رشا بأنه لا يوجد وقود، وهو مادة أساسية وضرورية ولازمة، وهناك نداءات واستغاثات بضرورة تزويد مستشفى الشفاء بالوقود ليتم إنقاذ حياة المرضى والجرحى والمصابين في هذا المستشفى الذي يعتبر الأكبر في قطاع غزة، وبات مخاطرا من كل الاتجاهات بفعل يعني تقدم وتراجع أيضا الآليات العسكرية الإسرائيلية، والتي لا زالت في محيطه ولن تبتعد سوى يعني بضعة عشرات من الأمطار. نعم رشا. خضر، هناك الكثير من المناشدات كما ذكرت، هل من إجابات تصلكم؟ هل الصليب الأحمر ربما يقوم بإيصال ربما بعض الأصوات الخارجة من هذا المستشفى للجانب الإسرائيلي أقله، ليقوم بالسماح ببعض الإجراءات الإسعافية الضرورية؟ يعني قبل قليل يعني كنت يعني بجانب مدير عام وزارة الصحة هنا الدكتور منير البرش، والذي أفاد بأن كل المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر لم يستجيبوا للنداءات التي نحن أوصلناها بفعل يعني فشل عملية التنسيق أو الجهود التي تبذلها هذه المنظمات مع الصليب الأحمر، وأيضا مع الصليب الأحمر أو عبر الصليب الأحمر مع الجيش الإسرائيلي، وكل هذه النداءات حتى هذه اللحظة لم تلقى آذانا صاغية. هذه قذيفة شعية في محيط المستشفى، لعلك استمعت. نعم 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 خضر، استمعنا وإياك لهذه الأصوات. هل هي اشتباكات بالقرب من المستشفى؟ بالفعل يعني أتحدث إليك، وأيضا هناك يعني أصوات أزيز الرصاص، وأيضا هذه القنابل أو الجزيرات الناجمة عن المسلح من قبل الدبابات الإسرائيلية، والتي يعني بصراحة رشا لا تبعد سوى 100 متر من الجهة الجنوبية وأيضا الجهة الشمالية بالقرب من البوابات الرئيسية لهذا المستشفى مستشفى الشفاء. قبل قليل يعني بصراحة رشا أيضا اكتمل تكفين، عملية تكفين الضحايا الذين سيتم دفنهم، وبدأت عملية دفنهم يعني أعداد فوق بعضها، الضحايا فوق بعضهم، يعني هنا سيدات وهنا أطفال وهنا أيضا رجال كبار في السن وأيضا شبان وأيضا فتيات ممن هم كانوا داخل هذا المجمع، تم وضعهم فوق بعضهم البعض في هذا القبر الجماعي الذي تم فحره منذ ساعات صباح هذا اليوم، ولكن حتى هذه اللحظة لم تتم عملية تغطية هذا القبر أو إتمام عملية الدفن لأنها متواصلة من قبل الشبان وأيضا الأطباء الذين يعني جميعهم يعني في 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 جو من الوحدة والتماسك فيما بينهم، يعني تفضلوا أن يضعوا هذه الجثمين خوفا أيضا من أن تنتعش الكلاب الضالة، وأيضا لأن بعضها تحلل وتعفن وخرج منه الدود، لذلك تم دفنهم في هذا القبر الجماعي في مستشفى الشفاء، وذلك أمام مبنى الجراحات التخصصي في هذا المبنى، وعلى قرب يعني مقربة لا تبعد سوى 5 أمتار من البوابة الرئيسية للمستشفى حيث تم وضع هذه الجثمين، وعددها 170 من الضحايا الذين هم كانوا أمام المستشفى حوالي 100، وأيضا في الثلاجات حوالي 70 جثة
تم وضعها جميعها في هذا القبر الجماعي في مشهد مؤلم ومحزن ومبكي. أضف إلى ذلك أن أوضاع الجرحى والمصابين هي أيضا مؤلمة ومحزنة نتيجة عدم تلقيهم لأي من الأدوية، وأن الأطباء لا حول لهم ولا قوة، لا يستطيعون تقديم يعني العلاجات اللازمة لهؤلاء المرضى والجرحى، والذين باتوا يموتون خاصة ممن هم من ذوي الجراحات الخطيرة والحرجة جدا، وأيضا الأطفال الخدج حديثي الولادة باتوا يموتون واحدا تلو الواحد رشا في ظل انعدام المنظومة الصحية، وأيضا في ظل انعدام أدنى مقومات الحياة من مياه صالحة للشرب ومأكل ومشرب وحليب أيضا للأطفال، وأيضا يعني حفاضات للأطفال في ظل وضع مأساوي هنا يعيش النازحون وأيضا الأطباء وأيضا المرضى والجرحى والأطفال الخدج. نعم رشا خضر، كيف تتمكنون من إيصال مياه الشرب؟ كيف تشربون وكيف تأكلون وأنتم داخل المستشفى وأنتم في حصار فعليا في ظل هذا التصعيد العسكري في محيط المستشفى من كل الاتجاهات؟ كيف تعيشون؟ يعني خلال يعني بصراحة فيما يتعلق بالمياه، وهذا يعني جانب ضروري جدا للحياة، يعني يتم تشغيل يعني موتور صغير يرفع المياه إلى الخزانات، وذلك ساعة يوميا كل 24 ساعة يعمل هذا المولد، لأنه صغير جدا هذا الموتور يسمى بالحصان، يعني ما لا أعرف بالضبط كم أمبير ولكنه صغير جدا، يتم يعني تعبئته بعض الخزانات الموجودة فوق سطح البنايات هنا، وساعة واحدة حتى يحافظ على كمية الكهرباء الموجودة وهي بعض الخلايا والألواح الشمسية أي الطاقة البديلة التي يعني عادة ما تعمل في النهار وأيضا في ضوء الشمس، ولكن عند ساعات المساء تغيب ولا يوجد يعني هذه. وأيضا استهدف بعضها، تم استهداف بعض هذه الألواح الشمسية، صحيح خضر؟ صالح للشرب ولكن نعم رشا أتحدث عن ألواح الطاقة الشمسية أيضا في يعني أيام سابقة كان هناك استهداف لهذه الألواح. بالفعل يعني ما بقي من هذه الألواح هو فوق مبنى يعني قسم الطوارئ وهي بعض الخلايا والتي ليس موصول عليها أجهزة طبية أو غير ذلك، وربما هي كانت يعني لشغلات بسيطة جدا تتعلق مثلا بموضوع مشاهدة التلفاز أو مثلا أو الإنارة، وخاصة إنارة قسم الطوارئ في الجزء السفلي من هذا المبنى قسم الطوارئ، وهو ضروري جدا لأن الكثير كانت من الحالات تأتي سواء الضحايا أو الجرحى لهذا القسم، وهو الوحيد الذي بقي صامدا في موضوع الإنارة والكهرباء، ولكن كل الأقسام هنا وكل المباني داخل المجمع مجمع الشفاء الطبي ليس موصولة بالكهرباء، وباتت هذه الأقسام عندما يحل الظلام تكون يعني كأنها مقبرة. نعم خضر، بالنسبة للاشتباكات ووجود الدبابات وربما أصوات المدافع التي تسمع وكما سمعنا في بداية هذا اللقاء، هل هي محصورة في جهة معينة من محيط المستشفى أم أنه لا يوجد استثناءات؟ محيط المستشفى ومن كل الجهات نفس المشهد يتكرر؟ نعم بصراحة فيما يتعلق بهذه الاشتباكات نحن نسمعها في محيط المستشفى وخاصة في الجهات أكثر تركيزا في الجهة الجنوبية من المستشفى وأيضا الجهات الشمالية وأيضا الشرقية، وهي عادة بعيدة يعني نسبة نسبيا عن المجمع أو مستشفى الشفاء إلا في المناطق المحيطة التي ذكرتها أو الاتجاهات التي ذكرتها، ولكن أيضا هناك أصوات أبعد من ذلك ربما تكون في منطقة تل الهوى أو منطقة الشيخ الزين وأطراف مخيم الشاطئ وأيضا منطقة يعني السرايا أو مربع السرايا ووسط المدينة في حي الرمال، حيث تتواجد أيضا هناك آليات عسكرية وأيضا تحاصر مستشفى الوفاء للمسلمين الذي يتواجد بداخله ما بين مرضى ومواطنين، وأيضا عجز حوالي 150 كما أفادني قبل قليل ونقلناها على لسان الدكتور أكرم الجبالي وهو الطبيب الوحيد الموجود بين هذا العدد الكبير من المسلمين والمرضى داخل مستشفى الوفاء للمسلمين في ساحة السرايا أو قرب ساحة السرايا في حي الرمال غرب مدينة غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.